ننتقل إلى نيويورك، حيث أدلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مساء أمس بصوته في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، وذلك بمقر بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن الانتخابات هي خطوة من خطوات التمكين التي وعد بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وصفا سموه العملية الديمقراطية في الدولة بأنها استحقاق وطني وأولوية رئيسية تتطلب مشاركة فاعلة مبنية على المصلحة العامة للدولة لاختيار أعضاء فاعلين ومساهمين رئيسيين في خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن. هذه خطوة أخرى من خطوات التمكين اللي وعد فيها صاحب السمو الشيخ خليفة. نعتقد أن اليوم هي بداية لفترة الانتخابات، نبدأ ب 92 بعثة في حول العالم لإعطاء فرصة للمواطنين للاقتراع عن مرشحينهم. نأتي بعد ذلك لمرحلة اللي هي فيها التصويت المبكر، وبعد ذلك التصويت داخل الدولة. نعتقد أن هذه لها دلالات عدة. الدلالة الأولى أن خطوات التمكين ماشية في الاتجاه الصحيح. اثنين، أن هذه الخطوات تتراكم. بدأنا في أول انتخابات بمجموعة كثير أصغر، كبرت هذه المجموعة. اليوم هذه المجموعة اللي لها حق الانتخاب تعدى عددها 230 ألف. طبعا أنا أشوف أن هالعملية بتستمر في التطوير، إن كان في مجالات أعداد الناخبين، إن كان في شكل وإجراءات وصلاحيات المجلس الوطني، ولكن دائما الخطوات المدروسة، الخطوات التي تؤخذ بمراحل متأنية دائما انعكاسها أفضل، خاصة أن نحن في تجربة ناجحة. لو كنا في تجربة غير ناجحة ربما كان بيكون طريق مختلف، ولكن لأن تجربة ناجحة نريد أن التجربة هذه تزدهر وتنجح أكثر. إلى ذلك، أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن المرأة الإماراتية تلعب دورا محوريا في تعزيز نجاح العملية الانتخابية. عندنا أكثر من 300 مرشح، منهم أكثر عن 70 امرأة. نعتقد أن هذا أولا دلالة على النشاط الانتخابي، ولكن أيضا دلالة على أن المرأة الإماراتية تلعب دور رئيسي ودور هام في هذه المرحلة القادمة. أعتقد أن المشاركة النسائية في الإمارات هو انعكاس لما وصلت للمرأة من عدة مجالات، نشوفها في المجال السياسي، نشوفها في مجال القضاء، في المجال العسكري، في المجال الأمني، تفوق في المجال التعليمي. لا شك أن الشباب في الإمارات اليوم نحن ننظر بكثير من التخوف من المرأة الإماراتية وطريقة تقدمها من ناحية، ولكن أيضا طموحاتها، وأعتقد أن هذا الطموح مستحق. بالعكس، نحن في الإمارات فخورين بالمرأة الإماراتية وفخورين بما حققته من إنجازات، ولكن أيضا لابد أن نذكر أن نحن ما زلنا دولة فتية. نحتفل السنة بعيدنا 44، وأمامنا الكثير من الطريق لكي نتجاوزه، وأمامنا الكثير من التحديات، ولكن الحمد لله النجاحات في الإمارات دائما تدفعنا للمزيد.